عايز أقول إن مقاومة الإرهاب حق لإنسانيتنا، مقاومة الإرهاب والتصدي للإرهاب حق من حقوق الإنسان، حق جديد بضيفه أنا في مصر لحقوق الإنسان. يعني كان أولى بينا احنا ان احنا نتدخل تدخل مباشر في ليبيا ولدينا القدرة، لكن احنا ما عملناش كده، احترمنا ظروف ليبيا وقلنا ان احنا نحافظ على العلاقة والأخوة اللي بيننا وبين الشعب الليبي، لان لن ينسى لنا الشعب الليبي ابدا تدخلنا بشكل مباشر في امن.